اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، نرصد فيها ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والعالميه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. في الهيئه اصابه 3 جنود من التحالف الدولي في الهجوم الذي استهدف معسكر التاجي. في القدس العربي البنتاغون يقول ان جنديين امريكيين حالتهما خطيره يخضعان للعلاج في بغداد. في العربي الجديد متظاهرو العراق يصرون على مواصلة الاحتجاجات رغم فيروس كورونا. في المدى وزير الصحة العراقي يقول لا إمكانية لمواجهة كورونا في حال انتشاره. في الشرق الأوسط ترامب يخضع لفحص كورونا والفيروس في 49 ولاية أمريكية. في الخليج الإماراتية الصين ترفع العزل عن المناطق المتعافية، وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا تشدد القيود. وفي الجزيرة نت بسبب كورونا نيوزيلندا تلغي إحياء ذكرى هجوم مسجدي كرايست تشيرتش. ومن العناوين إلى ما اخترنا لكم من مقالات، البداية بهذا المقال وجاء في مطلعه: لا توجد في جميع الأعراف والأنظمة في العالم كله في أشكال الدول منطقة بين بين، فإما دولة تحترم نفسها وتقاتل وتستميت لحماية حدودها وسيادتها وهيبتها وكرامة شعبها، أو دولة لا دولة التي ليس لها كرامة ولا سلطة على أرضها ولا على شعبها ولا على ضيوفها. إبراهيم الزبيدي يتساءل في صحيفة العرب اللندنية: أي حكومة هذه التي يكون نصف وزرائها مثقلين بكل أنواع السلاح الإيراني ونصف وزرائها الثاني أحباء الأمريكان وهم متفاهمون ومتصالحون؟ بالنسبة إلى حال العراق اليوم، خصوصا في عقاب الغارات المدمرة الكاسحة التي قامت بها طائرات الضيوف الأمريكيين على مواقع الضيوف الإيرانيين، فليس من المنطقي ولا من المعقول أن تغضب وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية وقيادة الجيش العراقي على انتهاك الأمريكيين للسيادة العراقية، ولا تغضب ولم تغضب أمس على صواريخ المجاهدين التي تصنع في إيران وتستورد من إيران وتأمر إيران بإطلاقها على من تشاء من أعدائها ساعة تشاء وكيفما تشاء. المكشوف الذي يعرفه الصغير والكبير من العراقيين وأن قادة العراق وكل واحد منهم عبد مأمور ومجبر على فعل ما فعل وعلى قول ما قال، فأي دولة تلك التي يكون لها رئيس جمهورية ورئيس وزراء ونواب ومديرون وسفراء، ولكن ليس لأي منهم وزن أو لون أو طعم أو رائحة يجيء فيها الرئيس والوزير والنائب والمدير والسفير جميعا ومن دون استثناء في حفلات يسمونها انتخابات يشرف عليها ويحرس مقار صناديق اقتراعها حملة السكاكين والخناجر والسيوف والمفخخات والمدافع المضادة للطائرات. وأي حكومة هذه التي تلبس مجاهديها ثياب رجال أمن الدولة وجيشها وتجبر لهم دخول منازل المواطنين العزل المسالمين ليغتالوا ويعتقلوا ويختطفوا ويغتصبوا جهارا نهارا وباسم الدولة ودستورها وقوانينها المقدسة؟ وبحسب إبراهيم الزبيدي، فإن خلاصة الخلاصة هي أن دولة برهم صالح وعادل عبد المهدي ومحمد الحكيم هي دولة الورثة الشرعيين للقتيلين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، أما ما عدا ذلك فكلام عن السلاطين وضحك على الذقون وهواء في شبك. الآن إلى مقال جديد وفي مطلعه: فيما تكتفي الولايات المتحدة بالرد على عمليات القصف التي تتعرض لها قواتها الموجودة في العراق، فإن الميليشيات الموالية لإيران التي تنفذ تلك العمليات تصر على أن تضحيتها هي جزء من معركة تحرير العراق من بقايا الاحتلال الأمريكي، وهو شعار وطني يخفي بين ثناياه الكثير من الحقائق الملغومة
هذا ما أشار إليه فاروق يوسف في مقاله المنشور في موقع ميدل إيست أونلاين. تلك الميليشيات التي تدار من قبل الحرس الثوري الإيراني إنما تتمظهر بصفة الوطنية ليس إلا، أما واجبها الحقيقي إنما يرتكز على القيام بحماية المصالح الإيرانية والحرص على إدامة الهيمنة الإيرانية على المشهد السياسي برمته من غير السماح بحدوث انهيارات محتملة هنا أو هناك يمكنها أن تضعف النظام السياسي القائم في العراق، وهو نظام وضع جزءاً مهماً من إمكانات العراق الاقتصادية في خدمة الاقتصاد الإيراني المحاصر. وفي وقت سابق دعا مقتدى الصدر وهو زعيم ميليشيا كانت حاضنة لكثير من الميليشيات التي انشقت عليها إلى تشكيل جيش عالمي للمقاومة. كانت الدعوة إيرانية بالتأكيد، وكان القصد منها التخفيف من الضغط الأمريكي على حزب الله اللبناني من خلال تنويع الجبهات التي تحارب عليها الولايات المتحدة. ما يجري الآن تحت ذريعة المطالبة بإخراج القوات الأمريكية من العراق هو نوع من التنفيذ الفعلي لتلك الدعوة. المطلوب إيرانياً إلهاء الولايات المتحدة من خلال إزعاج قواتها، أما العراق فإنه حطب الموقد. فيما تبقى من الزمن تستمر الأعمال العسكرية التي يدفع ثمنها العراقيون، ويبقى العراق بدولته وشعبه وثرواته مشروعاً مؤجلاً. فاروق يوسف يختم قائلاً إن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران تتجسد من خلال أشكال وطرق مختلفة، غير أن الشيء الوحيد الذي لن يتغير أن ضحايا تلك الحرب هم العراقيون. الآن إلى مقال آخر. قالت صحيفة إندبندنت عربية إن الضربات الأمريكية على مواقع تابعة لميليشيا الحشد والقوات الحكومية ألقت بظلالها على المشهد السياسي في العراق الذي لم يخرج من دائرة التوتر والاسترساء منذ نحو 5 أشهر بسبب الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت مطلع تشرين الأول الماضي. ورأت الصحيفة في تقرير لها أن تلك الضربات عقدت مشهد الحوارات المتعلقة باختيار رئيس الحكومة المقبلة. لعل أبرز ما يعقد التوافق على الحكومة المقبلة هي ملفات إخراج القوات الأمريكية من البلاد وحسم مسألة الصراع الأمريكي الإيراني على الأراضي العراقية، فضلاً عن تحقيق مطالب المحتجين. ويبدو أن تلك الملفات اشتبكت وتسببت بانشقاقات واسعة على الصعيد السياسي. أما فيما يتعلق بملف إخراج القوات الأمريكية فيتسيد تحالف الفتح المقرب من إيران والذي يمتلك أذرعاً مسلحة تنضوي ضمن إطار ما يسمى بمحور المقاومة، يتسيد مشهد القوى الداعية إلى إخراج القوات الأمريكية، في حين يدعم تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هذا الخيار. لكن الأخير دعا في أكثر من مناسبة إلى الالتزام بالطرق القانونية لحسم هذا الملف. وفي إطار الحوارات حول تشكيل الحكومة المقبلة أفادت تسريبات بأن اجتماعاً كان مقرراً للجنة السباعية الخاصة بحسم ملف رئاسة الوزراء قد أجل بسبب الضربات الأمريكية. تسريبات أخرى أشارت إلى أن بعض القوى في تحالف الفتح أعادت طرح سيناريو الإبقاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي لكونه يدعم خيار إخراج القوات الأمريكية من البلد، مع تقديم ضمانات بتنظيم انتخابات مبكرة قبل نهاية العام الحالي، إلا أن هذا الرأي لم يحصل على إجماع بين القوى الشيعية. في تقريرها أشارت إندبندنت عربية إلى أن التسريبات كشفت عن 3 شخصيات مرشحة من قبل اللجنة السباعية لتولي رئاسة الوزراء، وهم عبد السلام المالكي وعبد الحسين عطان ولقمان الفيلي. لكن معلومات أخرى تفيد بأن رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي قد يحظى بتوافق القوى السياسية، لأنها تعتقد أنه سيكون عامل توافق بين واشنطن وطهران. لكن بعض القوى السياسية القريبة من إيران لا تزال ترفض هذا الخيار. إلى مقال جديد وفي مطلعه كتب كاتبه: أحست الدوائر السياسية والاستخبارية الإيرانية بخطورة استمرار الوضع في العراق وتصاعد حركة
ونشاط وثبات الثوار في بغداد وباقي المحافظات رغم الوسائل والأساليب التي اتبعت لإجهاض الثورة، مما حدا بالنظام الإيراني إلى الإعاز لأمين العام أو لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني بزيارة بغداد الأسبوع الماضي. إياد العناز زيارة في صحيفة البصائر يرى أن زيارة شمخاني هدفها رسم سياسة جديدة وبأطر متنوعة وبصلاحيات واسعة تعزز النفوذ الإيراني وعودة السيطرة والهيمنة التي كانت السمة الأساسية في علاقة طهران بالأحزاب والكتل السياسية في بغداد. بدأت الزيارة وكانت الأولى التي يقوم بها مسؤول إيراني للعراق بعد قتل قاسم سليماني، وأهميتها أنها تشكل امتدادا للأهداف الإيرانية، والشخص المكلف برئاسة الوفد هو أحد الدعامات الأساسية التي أسهمت بتشكيل الحرس الثوري الإيراني ورسم سياسته وأهدافه في بغداد وباقي عواصم الأقطار العربية. وأراد شمخاني أن يلعب الدور الميداني لتعزيز المشروع السياسي الذي كان يشرف عليه ويقوده سليماني. شكلت هذه الزيارة انعطافا جديدا في مسارات العلاقات العراقية الإيرانية، بحيث رسمت أدواتها وأعطت صورتها عبر الأهداف المعلنة للزيارة في تعزيز العلاقات بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية للبلدين واستعداد إيران لنقل تجاربها الأمنية الميدانية للأجهزة التنفيذية والاستخبارية في العراق لمواجهة انتفاضة وثورة شعبنا المجاهد، وهي امتداد للأوامر التي سبق أن أرسلت إلى بغداد عبر العديد من اللقاءات والاجتماعات التي كان يشرف عليها سليماني، مؤكدة سياسة العنف المنظم وعمل الخطف والاغتيال واستخدام جميع أنواع الأسلحة والأدوات التي من شأنها أن تعيق حركة الثوار مع تعزيز الدور الإيراني في اختيار الحكومة القادمة بعد استقالة عادل عبد المهدي وعدم وجود اتفاق مشترك للأحزاب والكتل السياسية الشيعية وانعدام حالة التوافق بينهم بما يضر المصالح الإيرانية والأهداف الاستراتيجية في العراق. يتابع إياد العناز قائلاً إن الوفد الإيراني سعى لإعادة وتجديد حيوية الدور الميداني الذي كان يشرف عليه ويقوم به قاسم سليماني باعتباره المسؤول عن الملف العراقي، وطبيعة وعمل الميليشيات المسلحة والأدوات الإيرانية الموجودة في العراق والتي يستعيد بها النظام دوره ونفوذه على طبيعة الأحداث الجارية والمتوقعة في العراق. في المقال الخامس أخبرنا وزير الصحة جعفر علاوي أن وزارته لا تملك إمكانيات لمواجهة فيروس كورونا في حال انتشاره في العراق كبقية الدول، ولا يوجد لديها علاج لهذا الفيروس، وأن وزارته طلبت من الحكومة 5 ملايين دولار ولم تحصل عليها لغاية الآن. علي حسين يتساءل في صحيفة المدى ماذا يقول المواطن العراقي المسكين المحاصر بفيروس كورونا وشرور الطائفيين وصواريخ منتصف الليل وألاعيب ترامب وهو يتأمل تصريحات وزير الصحة. تخيل 5 ملايين دولار لا تستطيع الحكومة أن توفرها، وهي التي أهدرت عبر العشر سنوات الأخيرة تريليون دولار في مشروعات وهمية. وتخيل أيضاً أن دولة مثل مصر لا تملك موارد طبيعية وليس فيها ميزانيات انفجارية تخصص 6 مليارات من الدولارات لمواجهة هذا الفيروس القاتل. سيفرك المواطن العراقي عينيه متسائلا وهو ينظر إلى صورة عادل عبد المهدي يرتدي كمامة ويقرأ في الأخبار أن فيلم العظماء 7 سيعيد عادل عبد المهدي إلى كرسي رئاسة الوزراء. ماذا كان يفضل العراقيون حقا؟ العدالة الاجتماعية والرفاهية والأمان أم الموت المجانية بسبب كون الحكومة تجد أن مبلغ 5 ملايين دولار حرام شرعا أن يصرف على معالجة مرض ممكن التخلص منه بالحرمل والأدعية؟ بماذا يفكر العراقي وهو يرى المسؤولين الإيرانيين يسخرون من معاناته ويقولون له بكل بساطة لم يحن الوقت بعد لأن تصبح صاحب قرار حر باختيار من يجلس على كرسي السلطة، فما زال هناك
كثير من الصواريخ البالستية التي نريد أن نجربها. من أوصلنا إلى هذه الحالة التي لا تستطيع فيها الحكومة أن تمنع مهرجان الصواريخ وتخاف من أن تقول لترامب كفى استهانة بدماء العراقيين؟ في مقاله رسائل رئيس الوزراء أو رئيس الصحة وزير الصحة الكورونية علي حسين يتابع قائلا إن الأمر يبدو سريعيا ونوعا من مسرحية عبثية في بلاد تعجز القوات الأمنية وتتخاذل عن إلقاء القبض على أحد الفاسدين، لكنها تمارس هيبتها وسلطتها ورصاصها الحي ضد المتظاهرين العزل. أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن الصين وبعض الدول الأسيوية تمكنت على ما يبدو من السيطرة على فيروس كورونا في وقت يتفشى فيه الوباء سريعا في أوروبا والولايات المتحدة ومناطق أخرى من العالم. وذكرت الصحيفة في تقرير أعده عالماء الأوبئة بنجامين كولينغ وويلين ليم أن هونغ كونغ وسنغافورة وتايوان استطاعت تفادي نوبات انتشار كبيرة للفيروس الفتاك باتباع إجراءات أقل صرامة من تلك التي انتهجتها الصين. تقول الصحيفة إن الحكومة الصينية اتخذت في الماضي تدابير غير مسبوقة لاحتواء الفيروس، من بينها المباعدة الاجتماعية، وأغلقت السلطات مدنا كبرى على رأسها ووهان التي تعد مهد الوباء، وأودعت كل من كان على اتصال بأي مصاب بالعدوى في فنادق أو بيوت بعد تحويلها إلى محاجر صحية. ووفقاً للصحيفة فإن تلك القيود آتت أكلها، ونجحت الصين من خلالها في السيطرة على انتشار كوفيد-19، على أن التدابير بذلك الحجم وتلك الصرامة لا يمكن نسخها في دول أخرى، لا سيما الديمقراطية منها التي يتمتع مواطنوها بحقوق تحميها دساتيرها. ومن ثم فإن سنغافورة وتايوان وهونغ كونغ تصلح أمثلة مفيدة في هذا الجانب، فقد كانت المناطق الثلاث عرضة لتفشي العدوى فيها نظراً لارتباطها الوثيق بالبر الرئيسي للصين. ومنذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالعدوى في أراضيها، اتخذت حكومات تايوان وهونغ كونغ وسنغافورة عدداً من الإجراءات لمواجهة انتقال حالات جديدة إليها، مثل القيود على السفر وفرض حجر صحي للحول دون انتقال محتمل للعدوى من أشخاص مصابين إلى السكان المحليين، وكبح جماح الانتقال الصامت للمرض في مجتمعاتها من خلال تقليل التواصل بين الأفراد، بتبني تدابير مثل العزل الذاتي والمباعدة الاجتماعية والحرص على النظافة. تقرير نيويورك تايمز الأمريكية أشار كذلك إلى أن سنغافورة وتايوان وهونغ كونغ على اختلاف سماتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية نجحت في احتواء تفشي فيروس كورونا دون الاضطرار إلى تطبيق إجراءات مشددة كالتي اتخذتها الصين، وهذا يشي بقدرة حكومات الدول الأخرى كذلك على إحراز التقدم في محاولتها للسيطرة على هذا الفيروس. تمكن علماء حاسوب من جامعة شيكاغو الأمريكية من تطوير خوارزميات ذكاء اصطناعي قادرة على تحليل النصوص القديمة الأثرية، حيث تمكنت من فك شفرة رموز على ألواح أثرية يعود عمرها لحدود 2500 عام. وذكر موقع الخليج أونلاين أن الباحثين استخدموا مجموعة تدريبية تضم أكثر من 6000 صورة مشروحة بصور سابقة للألواح الأثرية لإنشاء شبكة عصبية قادرة على قراءة الألواح غير المفسرة. واعتماداً على التفسيرات للصور السابقة، أنشأت تلك الخوارزميات أنماطاً لتفسير الصور والأبحاث الجديدة. وقال سانجاي كريشنان الأستاذ المساعد في قسم علوم الحاسوب بجامعة شيكاغو إنه عندما تم اختبار الخوارزمية على ألواح أخرى كانت قادرة على ترجمة العلامات المسمارية بمستوى دقة يبلغ نحو 80%، والأمل هو زيادة هذا المعيار في المستقبل. نتابع وإياكم كاريكاتير اليوم.
في ختام صدى الأقلام لهذا اليوم، هذه تحياتنا، فتقبلوها، دمتم في رعاية الله.